يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إهداء ثواب الطواف بالبيت الحرام هل ينتفع به الميت؟ يحتاج إلى دليل، والناس يفعلونه في المذهب أنه لا بأس به. يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حيا كان أو ميت نفعه ذلك، هذا في متن الزاد، لكن يحتاج إلى دليل أن الطواف يهدى. لكن المشروع بلا شك أنك تطوف وتدعو للميت، تطوف لنفسك وفي أثناء الطواف تدعو للميت وتستغفر له. نعم.